عسلامة، شنو أحوالكم؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله نهاركم مبروك. شنو أحوالكم؟ توحشتكم برشا، ونعرف أنتم توحشتوني، حبيبي اللي يحبوني توحشوني برشا. طبعاً كما شفتوا ما عادش نهبط برشا فيديوهات، بصراحة تعب برشا تعب برشا، ويعني والواحد قلت حط عليكم أنتم برشا، نصحوني بنيت أنا ما عادش نهبط ديما. حتى عليهم هما ما عادش خالتين يخدموا وعنده مشاغل، ساعات يقعدوا بالزوز فيديوهات ثلاثه فيديوهات على بعضهم ما يتفرجوش فيهم، بعد يرجعوا يتفرجوا لي. فقلت انا هو تعب لي انا برشا كما شفتوا عم كنورتين يحكي، فقلت كفي انه يعني نصور، يعني كل نهايرين نهبط فيديو، كي يبدا عندي نهبط نهار بعد نهار، ما عنديش نهبط كل نهارين ثلاثه هكاك. المهم ان شاء الله ما تنساونيش، تبقاو ديما تشاهدوا. المهم لاباس عليكم، توحشتكم. الشمس اليوم يشرق، قمت انا بكري صباح بكري، فطرت انا ونور الدين، وقمت لميت الماعون، غسلت الحوايج خاطر حاجتي بالروب هاكا شيحوا، تبارك الله الشمس قويه باش نلمهم، مش باش نلمهم توا، نلم الحوايج اللي انا نشرت حوايجي انا قبل، باش نحب نهزهم معايا خاطر ماشيه وين نجيبه، باش نقعد هاك الاربع خمس ايام غادي، فنحب هذوما بالعرق بركة غسلتهم، وحوايج حوايج نور الدين مش باش نشرهم هنا في الشريطه، باش نشرهم لداخل على خاطر تعرفوا هو معناه انا باش نبات في دارنا، هو يروح مخر، فاكيد مش باش كان تصب المطر والطقس يتغير توا وكل، واحنا في اكتوبر، فقلت احسن حاجه اني ننشرهم لداخل الجينات والشرطوات نتاعو وشويه مراول، خليه نعملهم له لداخل احسن. وانا خاطر باش نهزهم طبعا اكيد باش مازلت شويه اخرى باش نخليهم يشيحوا، ديجا هما شايحين، نروح ديريكت ننشرهم في الشريطه مع تاع نجيبه غادي تو يشيحوا. المهم انا مرا من بعد باش نتعدى ماشيه في طريقي الى دارنا، باش نجيب قالت لي ما فماش حليب غادي، اخر مره مشيت نلقاه الحليب والسكر ما فماش، فقلت خليني اليوم نتعدى على الحوانت، بما انه احنا برج سدري تبارك الله ما شاء الله معناها فيها برشا محلات وسوبر ماركت ممكن نلقاو السكر ان شاء الله، ما كانش الحليب بارك الله غالب ما مش طيب، هي عسيده تستنى فيا، فباش نلقاش سكر ولا حاجه. المهم باش اكيد تنصور لكم اي حانوت يدخلوا اي سوبر ماركت ولا عطريه عطار ديريكت نصوره لكم ان شاء الله باذن الله. وكي نخلط غادي نجيبه باش ندخل نجيبه نشوف شنو هو فطورها اليوم، ما نعرفش شنو، ما على كل حال ما نحبش نقول لهم انا بكري، ما نحبهمش خاطر نعرف والله وقت نهز التليفون نقول لهم راني جايه اكل نجيب اخر مره بالدموع كيفاش قول، وانا راني ديما عندهم والله. اما المشكله هي المشكله، هي المشكله وقت اللي واحد يتعود بيك وتمشي وانت في الغربه، يتعود بيك ديما انت تجي توا نجيب هكاك، تعودت بيا غاديكا ونسى خواتي وكل تعودوا بيا، ديما نجي امي زاد كيف توا، معناها نعودهم تو بالجايين وكل. انا حتى ما نمشيش كل اربع ايام، يبدا وقتها باي هنا في سليمان نقعد مع نور الدين، هو اللي عنده خدمه غادي في محمديه يهزني نعدي نهار بحذاهم، فتعودوا بيا. ومشكله كبيره هذه وقت نروح عينو مش باش نقعد برشا وكل شيء، لكن لازم يجيني وقت باش نروح نمشي نطلع على ولادي ونقعد بحذاهم مديده، ومن بعدك يرحم ربي وقت باش نرجع الله اعلم. على كل حال نوريك، حبيت نقول لكم اللي الواحد قديش يعز عليه الانسان يتعود بيك وكل، وتبدا الفه كبيره بيناتكم، حب بالحق حب ورحمه صيله رحم بينا وبين اخواتي، ما نقولكمش الحقيقه ونسى اخواتي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. قبل ما نتعدى لبقيه الفيديو نحب نوجه تحيه حب وتقدير وفرحه، واللي باش كل شيء واللي اللي يجي يخطر على بالكم، تهنئه زادوا اهم شيء الى ولدي عمر سلامه ابن اختي كريمه من ليبيا طرابلس، اختي وشقيقتي وصديقتي وعزمه
يعني والله قابلت هذه السنة اللي فاتت في تونس العاصمة، قد قابلنا في مارسا كارفور وعدين اليوم كامل معاها، وجبت يعني جابت أمها معاها وأبوها قابلونا وسلموا علينا، وأخوتها ولدها بشرتني أن ولدها نجح عمر، عمر سلامة، ألف ألف مبروك يا سي عمر، قالت لي راهو يسمعك ويحب مغروم بينا ويسمعنا ديما ويعاود فيديوهاتي مرتين وثلاث. نسلم عليك يا عمر ونقول لك إن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تفوق إلى تفوق، وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب أنت وكل ناجحين التوانسة وليبيين وجزائريين والعالم الإسلامي الكل، كل وليداتنا إن شاء الله نتمناو لهم النجاح والتفوق في كل الدراسات وفي كل الشغل وفي كل حياتهم يا رب العالمين. إن شاء الله يختموا المجال الدراسي متاعهم بتفوق عالي جدا وبنجاح نجاح نجاح كبير. ألف ألف مبروك لكل بنياتنا ووليداتنا يا رب العالمين. هذوما طبعا الاثنين لبستي وقت مشيت الزغوي، فطبعا بالعرق مش مسخينه ما بالعرق لازم من هذيك. وتو ماشي تعرفوني وين ماشيه طبعا، شكون زعما هذه القطوس نتاعي، عملت له صمت المقرونه وخليته لانه ضيفه مع عم بحذا عمك نور الدين امانه حتى نرجع بعد اربع ايام، عملت له مقرونه وفيها شويه تن وفيها دجاج وخليتها في الفريجدير. وطبعا هو عنده اكل دراي فود في هنا في تونس سموه كروكر ولا شو اسمه كنت على القطاطس دراي فود، حضرت ما كنت باش يبدا باش ما نقلكش عمك نور الدين جمله حتى لين نرجع. وهنا راهو دخلنا اللوجو على الحليب ما عندوش في الاخر، قال له قدام قال له التختين عندي انا قال لي لهنا حاسيلو وليه مش اللوجو على الحليب والسكر بركة نور الدين وين يدخل الحانوت عنده اكثرتهم يعرفهم وحتى ما يعرفهمش والله هذيك طبيعته تلقاه يحكي وفدلك ويستنى. وطبعا حتى يبدا ساعات العطريه ولا شو اسمه العطار ولا شو اسمه هما سوبر ماركت يبدا من في شعبان، نقعد انا في الكهرباء نستنى وهو هاني يحكي حتى لين في الاخر يطلع لنا. ساعات والله يطلع لي باكو حليب وساعات ما يطلعش، لكن نتصور المره هذه باش يطلع لكم بشويه حليب او الناس نتصور طوب باش يخرج خاطر المره الجايه باش يخرج هكا هو قاعده وحده صاحب ديما يقعد يحكي هو حتى باش يشري حاجه. كبشي يشوف لي في باكو واخر ما فماش ما لقاش، قلت نلقى شوي سكر نجيبه زيادة فماش. وكملنا دخلنا حتى الكارفور اللي غاديك في برج السدريه، في بينا نلقاو السكر ولا نلقاو الحليب والله العظيم لا لقيناه حتى شيء. وانا هاك شفتوني يعني حتى تصوير ما صورتش برشا ديريكت خرجنا حاسيلو. هنا روحنا طبعا ماشيين طريقنا المحمديه، بصراحه ما صبرتش انا قلت نجيبها في التليفون قلت راني جايه وهي قاعده كحدها حاسيلو. هذا وين نوصل هنا الجامعه هذيا نرحم على بابا خاطر المسجد هذا بابا كان يصلي فيه أوقاته الكل، وكان ساعات يعوض الإمام كي توا سألت فريد خويا وقال لي كان بابا يعوض الإمام الله يرحمه وينعمه ويرحم والديكم الكل. نجيبة تي وينكم ندخل لداخل ما فماش ريحتكم اهلا وسلامة وسلامة مرحبا باش عام نستنى والله قلت خليني نشوف خلطت معناها احسن يجري معناها جابت عجة حارة حارة هاي شهيت على الاخر طبعا نشرب حارة لا عالية عالية
والله هاز عطيت خديجه طيب هاز عطيني صحن صغير برك هكاو فطرت امي راني هشتو وولد صليت كنت قلت خلاص هذه هاز خديجه لا هذيك كنت خديجه هاز صاي عطيتني عطيت لي فطرت وحتى هذه هاز خديجه ثاني هاني مش حطيت طاوله صغيره الحمد لله انتم لاباس ولا لاباس مش معقول ها عندكم البنيه هاي ماما جبت لك الدوش نزله فيه عمري قد في دروج هو تحبي الكيك كامله تحبي هاي امي يا امي ايش تعملي؟ انتي وين مشيتي يا امراه؟ انتي وين مشيتي؟ شنو احوالك؟ هاي نسلم على بعضنا هاي العجه هذي تتفرج انا اللي عملت حاره مش كثر برشا امي فتره سيمه انا والله فتره كانت تعاود خلت تعاود برك تعرفي امي مسكينه انا ليه ما نتصورش العجه كان حار مش كثير مسكينه حاره حاره باهي يعطيك الصحه قولي لي مبروك حسين اي مبروك تهبلي نخسر حاجه جديده في وجهك دوري دوري الضو دوري الضو والله العظيم نجيبه روعه يولي تعرفي خطفها بل دوري دوري عجنه والله يا صحة 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 صح لو خيط صحة 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 كهو نظر معاد سبحان الله الحمد لك أنا من بعيد عليك ربي يخلق الدي والدواء كهو الحمد لله وربي سبحانه ما خلقش الدي لكن معناها خلق مثلا واحد ضعف في نظره ربي خلق على العلم باش يكتشفوا لنا المرايات الناس الكل ولد بمراتين كبير وصغير طبعا نلعبوا منا برواحنا حاسين اللي نجيبها توا هي تحضر في الفطور وبعد ما فطرنا ورجلنا امورنا ربي يفضل لي وخيتي قصدنا ربي وربي فضل يا اخوتي زاد الاولاد قصدنا ربي علاج بلوزت مسقط راسي باش نزور عائلتنا غاديك ما شاء الله عندي ثلاثة عائلات غاديك ولاد العم وناس ولاد الخاله زاد غاديك المهم خذينا انا وخدوجه وفريد خويا ولده يسوق ربي يفضله ويحميه ان شاء الله يحميهم الكل وشفتوا الحنايه نتاع جبل وسط يلا معانا مالا وصلنا لجبل وسط هذه مسقط راسي كلها فاميليا راهي لهنا عندي عمة امي وعندي خالتي وعندي دار عمي ولاد عمي يا حسك احنا كنا صغيرين هاي هاي يا سلام تبدلت ياسر البلوست دار عمتي هذايا الجامع بدا يبنوا فيه ملي نعم قديش فريده ملي احنا مازلنا نسكنوا في جبل وسط بعد هذه المدرسه هذه هي ماي لا مازال هاي المدرسه هذه المدرسه اللي قلنا فيها انا واخوتي الكل هاي المدرسه هاي لا هاي غادي المدرسه هذه وهذه الاقارب تاع الترام تاعنا كنا في المدرسة كل يوم نشقوا الكيس هذا. هذه السك الحديد كنا كل يوم نشقوا فيها بالبني هذاك نسكن من غادي مش طبعا مش بدلت ياسر ياسر ولات سوبر ماركت ولات بني واعلانات محلات رستورانات ما شاء الله بدلت شيء كبير بلوس شيء كبير شو الكيس ما كانش هذوما في الكيس وبعد دورة كبيرة للعائلة الكل وفرحوا بيا شيء كبير مفاجأة عندهم برشا ما شافونيش عملت جو حسيل وهذا آخر الفيديو متاعنا إن شاء الله يا ربي يعجبكم ملتقانا إن شاء الله في فيديوهات متنوعة وكلها طاقة إيجابية إن شاء الله زوروا أهاليكم والعائلة متاعكم هذا آخر بيت زرناه البنت عمتي.